ناخذ حوالي 250 ملي ماي ونحطه في بيكر. ناخذ في بيكر رقم 2 بي 2 بعدين نحط نذيب المادة وراح نرجع لكم. صفرة نحط نصفر بالأول ونمسح بعدين نحط مادة بوتاسيوم فروساينات مو فري هو اسم في فرق اسم على المسمى بس إنه نحط مادة بوتاسيوم فروساينات. نحط 2 جرامين بوينت 50 جرام. جرام يلا ناخذ شوي لازم 250 لازم نكون دقيقين جدا. لازم نكون دقيقين جدا خصوصا المواد الكيميائية هذه. 4 اللي غايبين اليوم عيسى محمد والله لو قربنا. ايه 2 الحين يلا بسم الله راح نسرع الفيديو. ايه يلا ضبط. مادة فروسيانيد مو فري فروسيانيد. نحط المادة هذه فروسيانيد K4 FAACN7 المادة تحفها ونسوي ونقلب ماجناتيك ستار بار. أول شيء نشغل الجهاز ماجناتيك ستار بار ننتظره. طبعا هذه الماسك يمسك الماجناتيك يمسك الماجناتيك. ناخذ الماجناتيك نحطها بكأس الفروساينات ونروح نحط مو هيت في فرق بين هيت وستر. يلا نحط ستر نحط بخفة 5 ملي يعني ننتظر ونجي بعدين. زين يلا مع السلامة. مادة فوق أكسيد الهيدروجين هيدروجين بروكسيد ناخذ 5 ملي. ما أفضل استخدام الماسة لكن أفضل استخدام المخبار الزجاجي. ناخذ 5 ملي تقريبا وبعدين نروح نرجعها بالماجنتيك ستار. نروح نحط هيدروجين بروكسيد 5 ملي هيدروجين بروكسيد. الحين المحلول قاعد يتقلب نحطه تدريجيا بشكل خفيف بشكل خفيف جدا بالكامل. الحين مع رفيجي نحط الهيدروكسيد الصوديوم في الليمونول وزنه تقريبا 0.10 جرام مو 10 بالبدايه لا 10 يعني كميه قليله. حطينا 2 جرام كم جرام هيدروكسيد صوديوم؟ 1 جرام هيدروكسيد الصوديوم. هذه هي المادة. كاس رقم 1 بيكر كبير وكاس رقم 2 نحط رقم كاس رقم 2 نسكبه في البيكر بالبيكر الزجاجي. طبعا احنا استخدمنا مواد مو اكسده ما استخدمنا احماض عشان ما يتحرر غاز هيدروجين ساينايد. راح كل شيء خلص صدق. ايه طبعا هو ليش يطلع شويه ازرق وبعدين يختفي لان كمان زيت التركيز يتم مده طويله. خلص يا استاذ. اي عادي قاعد خلك لا نزل شوف خلي واحد شوف. ما خلص ما في لا يقعد مده قصيره يعني ما يطول ساعه ساعتين.